وللحديث عن التطورات في فلسطين المحتلة ينضم إلينا من هناك دكتور فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني. مرحبا بك دكتور فايز. مرحبا بكم ومشاهدي فضائيتكم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. إذا دكتور، نتنياهو يدعو لخيارات أمنية منها إدخال قوات أجنبية إلى غزة والسيطرة على الضفة. هل ألغي حل الدولتين لدى نتنياهو بعد قدوم دونالد ترامب؟ يعني الصوت غير واضح، لكن أقدر وفق ما استمعت إلى مقترح نتنياهو بوجود قوات دولية. بالضبط هذا هو. أنا أقدر أن هذا يأتي ضمن الحل الإقليمي وضمن فكرة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، على أن تكون مراقبة من قبل القوات الدولية بما في ذلك فك الحصار عن غزة بميناء ومطار دولي. هذا بالون الاختبار الذي طرحه نتنياهو يؤسس لما من غزة، وهو السيطرة الأمنية التامة على الضفة الغربية. من هنا يجهز تصريح تحرر أو تخلص من عبء غزة وزيادة من التشبث والتمسك بالضفة الغربية. دكتور، تواصل الاعتداءات على قطاع غزة، هل هناك مؤشرات جدية اليوم لشن حرب جديدة على القطاع؟ أظن أن تقرير مراقب الدولة الذي سيصدر بالأمس يؤكد أن لا نية ولا قدرة ولا استعداد للجيش الإسرائيلي بأن يشن حربا جديدة على غزة، ولا سيما أنهم يعترفون حتى هذه اللحظة أن لغز الأنفاق لا يمكن حله، وأن الأربع قضايا الرئيسية التي تعجز الجيش الإسرائيلي: سلاح نووي، السايبر، الأنفاق، الصواريخ. بالتالي طالما إسرائيل لا تمتلك المعلومة ولا تمتلك الآلية ولا تضمن خروجها من أي حرب بالسلام، إذن هي تصعد فقط من باب يعني حفظ توازن الرعب في المنطقة دون الاستعداد للخوض في أي جديدة في قطاع غزة. الدكتور فايز أبو شمالي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.